وزير السياحة والأثار مكرم القيسي سعي الحكومة الجاد لإعادة استهداف الأسواق السياحية العالمية المختلفة وذلك لتنشيط حركة السياحة التي تأثرت كثيرا بتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جاء ذلك خلال جولة برفقة رئيس إقليم البتر الدكتور فارس لبريزات على الاستثمارات الفندقية قيد الإنشاء في لواء البترا دعم مساعي القطاع السياحي للخروج من الازمه التي يعانيها نتيجه الحرب في غزه ابرز ما ركز عليه وزير السياحه والاثار مكرم القيسي خلال جوله اجراها على المنشات الفندقيه قيد الانشاء في البتراء وجاءت الجوله للاطلاع على حجم الانجاز في الاستثمارات الفندقيه الجديده وما ستقدمه من تجربه سياحيه مميزه لزوار المدينه جزء من خطه الحكومه للتعاطي مع هذه الازمه هو ما نفعله اليوم إقامة فعاليات يوم أمس السلطة قامت بتنظيم فعالية رائعة جدا دعينا مجموعة من المستثمرين دعينا مجموعة من السفراء الأجانب وتحديدا من الغرب لأنه مشكلتنا اليوم مع السواح من الغرب ينظرون إلى منطقة الشرق الأوسط كوحدة واحدة. إحنا اليوم في الفتره وكلنا يعلم ما تعاني الفتره من نقص في عدد الزوار. البتراء زوارها 87% منهم من الغرب ولذلك انخفض العدد بشكل كبير اثر على الفترة اكثر من كافه مناطق المملكه. اليوم نحن في جوله للاطلاع على المشاريع الجديده. اليوم نتحدث عن تقريبا 3500 غرفه فندقيه في الفترة و 1400 غرفه او يزيد تحت الانشاء. إقليم البتراء أعلن عن حزمة إجراءات للحد من تأثر المنطقة بتراجع السياحة ومن أجل تنشيط حركة الزوار إحنا قمنا بالسلطة باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف على المستثمرين في قطاع السياحة منها إعفاء جميع المستأجرين من ممتلكات السلطة من الأجرة المستحقة عليهم لعام 24 كامل وأيضا قامت وزارة السياحة ومن خلال مجلس الوزراء باتخاذ بعض الاجراءات لها علاقه بتاخير او برسوم التاخير على والمخالفات على رسوم الترخيص هناك اجراءات اخرى نسعى للقيام بها ايضا وهو الاهم استهداف اسواق قديمه لاعاده تنشيطها واستهداف اسواق جديده ايضا وتستعد الجهات ذات العلاقة بالسياحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بهدف جلب الزوار من مختلف أسواق السياحة العالمية سعي حكومي وإجراءات مستمرة لإعادة تنشيط القطاع السياحي الذي تأثر كثيرا بتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من البتراء زيادة طويسي التلفزيون الأردني